كتير منيح. انا رح اتدرب كمان شوي. ما تعبتي؟ لحظة، فيني اخذ من وقتك شوي؟ دكار، خلينا نطلع على جنينة. صرنا مدة طويلة عايشين بنفس البيت، وبعتقد ما في داعي إلك إنه أنت واحدة من العيلة. مشان هيك حبيت إنك تكوني أول واحدة بتعرف قراري. الزمن هو الوحيد اللي بيحسن إنه يشفي الجروح، وحتى إذا ما قدر يشفيها أكيد رح يخفف كتير من وجعها. الإنسان مع الزمن بيرجع لنفسه، بيصير يفكر بحاله وبيكتشف وجوده بالحياة من جديد، ببلش يعرف حاله أكتر. الشغلة ما لها علاقة بالشيب ولا حتى بعمر الإنسان، هي نعمة من الله. بظن إنك فهمتي قصدي من وراء المقدمة. لميس خانم، أنا قررت إني أتزوج. استغربتي مو هيك؟ سمر خانم، معناها فهمتي؟ معقول كان واضح هالشي مبارح؟ نهال مستحيل توافق على هالشي. أنت بتعرف قديش بتحبك ومتعلقة فيك، وأكيد ما رح ترضى يدخل حدا بيناتكم. هي بتغار من مراد كيف من حدا تاني؟ معقول ترضى بهالشي؟ نهال ما عادت صغيرة يا لميس. أنا شايف إذا بلشنا نزرع الفكرة براسها ممكن تقبل الموضوع، ولهيك خبرتك أول وحدة. أنا بدي منك تساعديني بهالشي لميس خانم. فهمت. أنت قريبة من قلبها، حاولي تفهمي الموضوع بمعرفتك، لاقي الوقت المناسب لتحاكيها. أكيد طبعا رح حاكيها. شكرا لك. Thank you.